على الشيء اليسرى انطلاقة من دالتون نيتو. نيتو يعيد الكرة خلفية دوما إلى الشاب ديجينهو. ديجينهو يراوغ ويمر بشكل ممتاز، يصوب ديجينهو في الشباك، هدف أول. ديجينهو يسجل أول أهداف اللقاء، الشاب اليافع اللامع صاحب الإمكانيات والذي يوقع على كل الكرات منذ انطلاقة وبداية هذه المباراة، يفرح جماهير مدرجات الماراكانا ويفرح لاعبي الفلومينينزي. انطلاقة رائعة، تصويبة ممتازة لكن اصطدمت بالدفاع، غيرت المسار، غيرت الاتجاه، سكنت الشباك الإكوادورية. أول أهداف المباراة، فرحة ديجينو وفرحة ماركينوس وفرحة الجميع.